يسعد لي جوكم فانزاتي فازتي، شلونكم؟ الصيف، ما يميز الصيف؟ انه صيف ياتي بعد الشتاء مباشره. الجسم يكون مهيئ للرياضه. اثبتت دراسات استراليه اجريت في كندا، اجراها اطباء المان يمكن من جنوب افريقيا في عام 98، اشتقوا للدراسه، أن 98 دولة دموية من جسم الإنسان تتغذى وتنتعش بالرياضة. أنا أنصح الكل بالرياضة، أنا أتريض 8 إلى 9 ساعات يومياً. يا الله! إيه؟ مالك؟ رقدت وش فيك؟ مالك الآن؟ اللوحة سقطت. وأنا ما أفعل له؟ إيش ما تفعل لي؟ لصقها سواء، سنابة ضاعت علي من بعد الفجر أنا جاهزة. تعبتني أنت والسناب حقك هذا، تكذب على الناس، حياتك كلها كذب وغربتك كذب، حتى العصير ما معك تشتري لك عصير. قوم إحنا بغربة، قوم اعمل لك مهلة. مالها اليوم ضابح؟ جايد قارح فوقي. قال لك دور عمل. حسسني إنه الراجحي. احنا راقدين كلنا في العزبة 24 ساعة. يا فض! ها! دي لي اللصقة إذا كانك عندك في الدولة. مشغول. مشغول بايش؟ اليوم خميس. ولا هو خميس؟ ترقص. شو نصبن؟ أنت داري نحن نصبن كل خميس. يصبن. هذا العمل المهم اللي شغلتنا عليه. خميس. أيوه. أوه اليوم يجينا سبين هاشر من اليمن، ماش وقت الصبان، تعال 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 سريع. أول شي ننظف العزبة. نسيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. حزام ناجر معك. ناجر صديق. حزام حزام ناجر. أقول لك هذا حزام ابن عمي بالبلاء. أنا ما في معلوم. دحين أقول لك وصلني وصلني لعند نسبي. نسبي ولي. أنا ما في معلوم. أنا ما في معلوم. ناجني هذا عند أول مرة تخترب ولا كيف؟ هذا نسبي ولي يعرفوا الجن والإنس. قلت له أنا سنوات كثير مختلف. أنت رح فين؟ نسبي ولي. وصلني لعند نسبي ولي، ما لك توصلني كذا. أنت قرقر زيادة. إنما أنا هذا الجني هذا أقول لك. أقول لك صلى على رسول الله. هذا نسبي ولي، أنت أول مرة تخترب. أنا ما في معلوم. إنك فاهم الجني هذا، هذا شكله عدو أول مرة يخترب. التاكس حقك ولا حق واحد ثاني؟ شلت التاكس على أخوك؟ روح وروح وانا عاد الحاج. يا وليد. ها. طيب ايش رايك نطرح نسبك هنا وانا برقد لي فوق الكنبه. نزيد نفرش له اي حاجه هنا وخلاص. والله فكره. تمام. انا؟ خلاص روح انا واحنا نضبط له هذا المكان. تمام. باقي له زد خذ لك هذا الوساده. ايوه. وتبقى البطانية، عاد في بطانية؟ ايوه باقي البطانية حقي بالغرفة الثانية. يلا تمام جيبها. واللوحة هذا نشيلها. ولا نزيد نعمل بها سناب نحللها. نطمنها كنا الجماهير. فانزاتي فازتي، أعتذر اليوم عن الإطلالة اليومية لأن الجو مشمس. كمان في برد. ما في معلوم. خلاص انا اتصل لنسبي ولي اقول له هذا، اقول ما حد يعرفك الجن كلهم. وهناك دراسه بريطانيه المانيه تقول ان ان واحد لغجة بيتصل هذا الساعة قرب السنابه. الو. السلام عليكم، كيف حالك؟ هلا هلا هلا. من ناشر؟ عرفتني. حيا حيا. الله يحييك يا نسب، كيف انت؟ وين قدك؟ حيابك حيابك. هذا رقمك؟ لا لا مش شو رقمي، انا عدني اشتريت الرقم، اشتريته ب50 ريال. قول لي قول لي امانه كم يطلع الصرف؟ انا كم يطلع ال50؟ كم؟ ماشي وقت الصرف ذا الحين من بدايته مستعجل؟ ان لا ضروري يدرى مالي وما علي. كم مش وقت الصرف؟ الحين وقته. اما ما اكمل الفلوس اللي معي؟ طمني وين قدك ذا الحين؟ قدنا بالهند. انت عايش؟ انت بنت عدبه. اقول لك انا مع واحد سواق هندي. اقول له وصلني لعند نسبي ولد. قال لك ما يعرف ولد ولا داري من هو ولد. ان انت مغترب انا ولا في اي بلد يا جني؟ ايوه انا مغترب سنين هنا. انك مغترب انا الهندي ما يعرفك. ما انت تعرفه؟ انا ما في معلوم. قال لك ما يعرفك ولا داري من انت. ما هو داري من هو ولد هذا. يا نسب انا هنا شغال مغترب، مش انا شاروخ. يعرفوني الهنديين كلهم. انا ده ما انا شاروخ. الحين كيف نعمل؟
طيب جيب الهندي اكلمه واوصف له المكان. الناس اشتت الهندي لعندك، ما انا داري حين انت كنت اجي انا قلت الهندي. جيب التلفون لعند الهندي وانا اوضح له. اين تلفون؟ هذا التلفون حقي انا ما ادري عند احد. انا ما بايش ليش على ضمانتي. على ضمانتك يا نسر، انا ما قدرت ارجع على حق الهندي كلهم، مليار واحد على حقهم، اصف التلفون حقي. اقول لك هذا نسر بيقول لك بيكلمك. كلمه نسر ولي. كله الو الو صديق، شوف انت يمشي مخرج 10 سوق خضار، انت يجي يمين بعدين سيده، ايوه كمان سيده بعدين يسار، حصل مسجد جنب مسجد برميل زباله، لا تحطه في برميل زباله، في جنب عماره. تمام معلوم. تمام ايوه حطه جنب العماره مباشره. معلوم. يا ما عرفته؟ معلوم. قمت هزرني من اول اتصالات، اقول لك التاكسي المخصص العدو المبين. حزام. اقول لك اسمي ناجر جني لنا. يا صديق حزام. يا جني خلونا ناجر يا مدي. لا والله يا ابو محمد، لا والله ما اقدر امرك اليوم، لا والله. توي جاي من برا وتعبان. بمرك ان شاء الله، بمرك. ترى انك عزيز، والله انك عزيز وغالي. استغفر الله العظيم. بس اي خلاص تمام. السلام عليكم راشد. هلا. وش تسوي هنا قاعد وما ذاكرت دروسك؟ توني خلصت يبا قاعد العب. وش تلعب؟ سوني. إيه؟ والله انك ما تعرف تلعب. إيه أنا أعلمك أنا اللعب على أصوله. هات وين ال تحداني يا أبوي؟ أتحداك وأتحدى 20 من أمثالك. أعلمك أنا. هلا والله. أنا اللي هدفت يبا. اللي هدفت؟ إيه هدف على أبوك؟ ما عندك احترام؟ اقعد. يعني انا الفريق ذا الاحمر. ايه هات العب. ايه هدف على ابوه، ما في تربيه. الحين كم النتيجه؟ الحين صارت 1-0 لك. 1-0 لي انا. ايه هلا العب 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 يا ابو راشد العب. شكله ما مش معانا غاز يا ولد. هي ما عمل لنا الشيف اليوم. تمام نبدأ ندور غاز، ما فيش غاز. جي نعملها ما بمعنى الا ثنتين بيض، مو معنا سبب الله. الآن واحدة سنة بدي لها 40 دبة غاز. لحظة. تمام حاضر. ما عاد تشتري من مصاريف، الآن اعمل سناب ثانية ادي لك اعبي لك المطبخ. اقول لك خرط عليهم هم، انا اعرفك، انا اعلقهن لك، انا اكون رخيلة قليل. الله الله الله، ما شلت مؤمن بقدراتي والله. ايه ذو قوي لا. يلا الحمد لله. ما معشي نت اصلا. انا اشتي اتصل للكفيل عشان نسبي في الطريق. ما قد بلغتش ابو راشد. مين ده؟ هلا وليد. هلا كيف حالك يا ابو راشد؟ والله طيب. وش اخبارك يا وليد؟ والله تمام نحمد الله، عسى ما ازعجناك ولا اشغلناك عن شيء. الا شغلتني عن عمل مهم وكنت متصدر، لكن يلا ما في مشكله. وش عندك؟ والله بس حبيت ابشرك، نسبي ناشر جاء من اليمن الحمد لله، والان وصل. ايه نسيبك وصل؟ وصل الان فوق التاكس، والان قريب مننا من العزبه. لا الحمد لله على السلامه. خلاص ان شاء الله بامركم اليوم ان شاء الله للعزبه، وخلنا نسلم على ذا نسيبك. وعندي موضوع مهم ان شاء الله نتكلم احنا وياكم فيه. ارحب اهلا وسهلا يا ابو راشد، والله تنورنا في العزبه. اهلا وسهلا. الله يكرمك، والله انك رجال طيب وتستاهل كل خير، وانا والله اني احبك. استغفر الله العظيم. بس ها راشد، كم صارت النتيجه؟ 3-0. 3-0 لصالحي اكيد صح. هات شوف ابوك كيف يلعب. شفت 3-0. العب يا ابو راشد العب. بس جالس تقلب الزيت، حط البصل، حط اي شيء يا اخي. قدك داري ما ابو لا معانا لا بصل ولا حاجه. هذا مدرنا ايش نحصل من الحله. الله يعين. الكفيل بيقول لك يجينا لهنا للعزبه.
انيت لك ما انا كفيلي ما حصلتش من لما اغتربت. الله يعينك انت، والله الموضوع صعب. بس انت قلتها تنقل كفاله. يا اخي انا اشتنقل كفاله ولا حق حق الكفيل مكان لا مكان، بس ما هوش راضي، ما راضي. ان هذا الهندي اللي الثاني شكله ضيع الطريق، انت كان الشقق كلها ما عاد لهذا الشقه. الله يعينه. بس كذا احنا في نفس الهواء سوا، احنا ذا سبع اشهر ولا عمل لا شغله ولا مهر جالسي، حتى الايجار ما سددناش حق العزبه. اي والله. اذكر الايجار ويجي لك الحين يقع صاحب البيت. يا خرج شوف اذا صاحب البيت يقنعها بكلمتين باسلوبك. مو خرج مو قول له، انت اللي تقنع السنابه، انت حقك المتابعين واصل تقنعهم انك غني وانك رجل الاعمال، هذا خرج اعمل له سنابتين جنبه يمكن يقزعله. اقول لك خرج انت كلمه، انا قاعد اكمل هذا البيض الحارق حقك. خرج تعال انا وعين كارثه. خرج يا الله يا الله. خلاص الله. يا مساك. اهلا اهلا تفضل. هلا وسهلا. هاي شكلك تشيل ايجار يا اخي، والله لو بيس لنجيبه لا عنده. نعم انا تحبكم تجوا لعندي للبلاد، جيت انا بنفسي كلها. ايش من بلاد؟ من انت؟ خلاص ما عاد عرفت نسبك. وبعدين ما شاء الله كنت بالبلاد مرتاح، الحين اين الخارجين السك سوقه؟ مالك هكذا ما جاء ما بتحاني نفسك، مالك هكذا؟ انا نسبك ناشر، خلاص نسيت نسبك. ها انت ناشر نسب وليد، هي النسب داخل داخل تدخل. نسبك داخل؟ انا نسبك انت، تفضل حياك الله. يا بسم الله. الله 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 داري. انك تفاجعت قصدي انك نسبي. ايه تخطون حياك الله. الله يحييك. وذنا سبق قد جاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أشرقت وأنورت. يا حي يا حي. هلا يا هلا. ما شاء الله ما شاء الله. هلا. ما شاء الله والله واستبكت ما شاء الله. الحمد لله. أيوه يا نسمة قول لي بكم مساجرين شقة هذا؟ إنه وقت الإيجار ذا الحين. جلس ارتاح. أنت تعرفني يا نسمة أنا. كلوا وشربوا على حق تحاسبوا، هذول مالي وما علي. تمام افتهن بسرك وأخبار البلاد وعلومهم ونشوف. ياها بسرني. اهلا وسهلا بالنسب. اي حين انا اشتغل؟ نفتهن وارتاح وصلي على النبي وبعدها نشتغل ما يهمك. انا ما جيت من البلاد افتهن وارتاح، انا جيت اطلب الله على عيالي. خبرنا عن البلاد، كيف البلاد؟ كيف امور البلاد؟ البلاد كلهم بخير، كلهم الحجر والشجر والطير، الناس كلهم بخير. اي اشتيت لنا معك؟ اشتيت لك معي؟ البيان؟ ابوك رسل البيان حق التيون حقك. اللي عليك على الناس قال له. ابوك قال كل يوم كل يوم هم جو للبيت يطالبوا، سدد حق الناس عب عليك يا اخي. تمام احنا نسدد التمام خلاص. كلنا كيف القريه، المطر، المحاصيل، الزراعه، جابرنا من البلاد. كل شيء كل شيء ما شاء الله، المحاصيل، المطر، كل شيء، باقي بس تسدد حق الناس والدنيا بخير. الجيران هؤلاء كيف امورهم؟ كيف اخبارهم؟ والجيران كلهم بخير، قالوا لي بحجر الله كل ولد يدي حقنا الفلوس عب عليه على نفسه. تمام انا اسددهم، بدي البيان انا اسددهم. انت اخبر بنفسك. أكلت تغديت؟ الحمد لله تغديت بأربعين يا نسب. بكم يطلع صرف الأربعين؟ لا تكون تحسبش كل حاجة تتعبها كذا. إنك قبل أكون أحسب، المثل يقول اللي يقول ما يحسب يفقر وما يدرى. الدنيا بالسهالة يعني، لا تكون تحسبش كل حاجة، تعب عليك كذا. الدنيا بالسهالة. إن هذا صاحبك؟ هذا صاحبنا في العزبة فضل. فضل حياك الله يا فضل. إن نصاحبه لو نصاحبه صدق نصحبه اللي يدين حق الناس الفلوس أبى عليش على نفسه. نسب فضحت بنانا، أنا قاعد أسددهم هذا الشهر. إن هي كلمة الحق ما تعجب الناس، أنا بدي لك الصدق، الصدق عب الناس، الناس أكلوا وجابوه كل يوم مقاضى مقاضى عب عليك. قوم اغسل ذا الحين تروش وافتهن وبعدين نتجابر. يلا دمع. اسمع اسمع، إن هي اديت لكم من البلاد حاجة اسمعها، شو ما اديت لكم؟ أذكرك بالبلاد ها؟ ما كان فيش داعي تتعب نفسك وترهق نفسك. تعبكم راحة، تعبك راحة. شوف هذا البسباس، بسباس بالسعتر بالثوم بالأمان يفتح الشهية. ما شاء الله. وهذا العسل البلدي من البلاد، ايه. وهذا السمن البلدي. الله يكرمك، الله يكرمك أنا. وهذا لبن، لبن من البقرة، أمانة. أمانة البقرة آخر دبه وماتن. طازج طازج قد له الأربعين بس ما ينسيك الغربة. ما شاء الله ما بس ما ينسيك الديون حق الناس. ها شغلتنا يا نسب الله يرضى عليك. نحن قوم اتغسل، قوم اغسل وبعد ارجع نتجابه. يا أخي عندكم حمي أمان تقول لنا في الحديدة. نعم انت خلص وارتاح وافتهن مع أهلك. تمام أنا عندكم اتغسل للعين ورجع نتفاهم. تمام ولا يهمك. حط رفضها أنا علقها هناك. ما يقع بشي ها؟ ولا يقع بأي حاجة. وانت صاحب الكل على كديو خليها على الله بس.
كان هذا قد يعز مثل المتهيرين. اغسل اغسل. طلعت مديون وفان ذاتك عارف انك مديون سعنا. هجعنا انت والله ان سبي على شكله يتعبنا زياده. لكن شكله على نياته عاد متحمس للغربه مسكين. على نياته بس قصده ان احنا نجحفها من غرفها الفلوس غرف يعني قصده انه يوصل يشتغل. احنا 7 شهور واحنا راقدين بلا عمل. بين الحمام يا نسب ولا ما فيش معكم حمام؟ كنت تقول لي وانا قلت لك معي من البلاد. يا ناشر الحمام على يسارك بعد الجوله. تمام. ثلاث ضبح بوقنا وحماه. فابي هذا ارسل لنا هذا البيان كله. والله لو هو بيان الامم المتحده ما ارسل هذا. اين صد لي نسب؟ يا ناشر تغسل من الدش. الدش فوقه. افتح الحنفي وتغسل. دش؟ دش ما؟ انا داخل اتغسل. ما انا داخل اسمر. يقول لي دش. داخل افتح البيسي من الحمام. الله احنا والنسب هذا ما عاد تسبرش اليوم. حيا الله منجا. حيا الله ابو راشد. اي الله يا هلا ابو راشد. يا هلا يا هلا ابو راشد. يا هلا يا هلا حيا بك ابو راشد. اهلا نورتنا والله. الله من نورك. اهلا وسهلا. تفضل 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 استريح. اهلا وسهلا والله شرفتنا ابو راشد. يا هلا ابو راشد والله. الاخبار زين؟ والله تمام نحمد الله. وصل نسيبك؟ ايوه وصل وصل الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم يا ابو راشد. ما شاء الله ما شاء الله. والله عندي اخبار زينه ان شاء الله واخبار طيبه لناس طيبين. بشر يا ابو راشد. ترى اخذت قرض وان شاء الله نسوي مشروع. تمام. ونطلب الله ونترزق الله انا وياكم في ذا ان شاء الله تكون الامور طيبه وتتيسر. والله اخبار طيبه يا ابو راشد. الله يسعدك يا وليد. انتو ذا شو اسمه شو اسمه ذا؟ هذا فضل صح؟ اي فضل. هلا والله فضل. اخبارك؟ يعني يا ذي العناقب طاب العنب طاب يا غيد. صل على رسول الله يا نسب. المحككم نار الله الموقد. ان هذا ما يتغسلوا بدا يعملوا بالشاي. عندنا ضيف. عندنا ضيف ابو راشد. اهلا يا راشد. ابو راشد ده نسيبك؟ ايه. يا هلا يا هلا يا هلا والله. يا حي. ايش حالك؟ الحمد لله الحمد لله. على السلامه. الله يسلمك. يا هلا. اقعد اقعد اشتري. ايوه كم قد لك مغترب؟ كم؟ شوف ذا كفيل. هذا الكفيل. قد له مغترب كفاي؟ كفيل حقنا انا. ها ايوه وينك مساكن معاهم بالعزبه؟ اقول لك الكفيل حقنا كلنا. إن انا داري انه هو الكفيل لكن لا هو كفيل خلاص يرقد بالشارع، ضروري يرقد عندكم. الكفيل روح روح غسل رتب البس ملابسك وارجع. خلاص يا ابو راجل انا اروح البس الملابس وارجع، مع السلامه. هلا يا هلا. والله ذا ترى والله لا حبيت ذا ناشر. أوه. اي والله حبيت. هو كذا جواد شوي بس في العمل يعجبك انه نشيط جدا. ايه عموما خلنا نرجع لموضوعنا لاني عندي مشوار بعد ذا عندي حفله زواج. المشروع وش المشروع اللي عندكم خبره نسويه؟ والله يا ابو راشد اي شيء تشوفه احنا جاهزين. اي شيء؟ اي شيء. ما شاء الله تبارك الله. طيب وش رايكم نسوي مطعم؟ لان المطاعم ما شاء الله بالذات المطاعم اليمنيه والاكلات الطيبه. اي والله حتى اخويانا كلهم يحبوها والطلب عليها اعواجي. اخوك عميد ركن شيف تعرف براك؟ اي انا ما اعرفه والله بس دكتوره انا في الطبخ. ما شاء الله دكتوره. ابشر. وانا ابو راشد معلم بس خليني نقول كفاله. معلم وش ده؟ معلم بكل حاجه بالمطعم. الوجبات؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. ونسيبك ذا وش عنده خبره فيه؟ انا عندي خبره يا ابو راشد، عندي خبره بالعزايم. شوف يا ابو راشد انا باليمن معروف يعرفوني كلهم بالعزايم. خبره في وش بالضبط يعني؟ شوف انا اول واحد اول ضيف يروح العزومه واخر ضيف يخرج. والله يا ناشر ذي الشغله ما يحتاج لها خبره، كلنا نروح عزايم. ما قوم اضحكوا مالكم؟ هذه خبري هذه خبري يا ابو راشد ضروري يكون عندك خبره. انت من بدايه مشواري في العزايم هذا كنت ما انا اروح مريض من الضر. ما دحين الحمد لله خبره يعني. دحين تدخل العزومه واخرج ما يقع بي شيء. ايه ترى بس فكونا من المطاعم ذي شغلتها شغله وشكلهم بتفشلونا. خلاص انا عندي مشروع. انت معك ضمار؟ ضمار؟ وش ذا الضمار؟ فلوس.
ايه اقول لك انا ماخذ قرض من البنك. يعني معاه فلوس، انا ادي لك مشروع وادي لك فكره جهنم يتدخل بها وقري الريع. عندكم مدارس؟ المدارس واجد. مدارس اهليه يا ابو راشد؟ مدارس اهليه؟ لا والله المدارس الاهليه ما اظن. اها اذا ننتظر لو ما يعملوا مدرسه اهليه. زين ونشتري عربيه ونبيع بضاء، بسطة بضاء فوق العربيه باب المدرسه، بضاء دبي امان فلوس لهانا للرقبه. والبس ما سديته من البلاء. هذا مشروع. ان هذا حسد لا تكون تصدق ولا الله يضيع. رحلهم الله انك ترحلهم. لا صدق من الخروج نهائي. عربيه بضاء؟ اي عربيه بضاء. اقول اسكت انت وراسك ذا اللي كانه بطاطه محروقه. يا ابو راشد هذا الراس ما جاء من فراغ، هذا دخلوا حق امان يخرج الريال من الحجر والتم من راس القبيلي. مالك انت ما هو ذا بضاء؟ يا وليد يا وليد نبغى مشروع زين نترزق الله، وش ذا البطاطه ذا؟ ناشر انتكم رتب ملابسك داخل. ما عاد نشتري صبان عاد اغسلهن. طيب حطهن بنصبن كلنا اليوم خميس. نغسل كلنا؟ يلا دمع. لحظة اقعد. وراكم ما تاخذون المغاسل؟ ما في مغسلة هنا في الحي قريب. ما في مغسلة قريب؟ في بعيد جدا بس هنا ما في. ابد؟ ابد. والله انها فكرة زينة. ايش قصدك؟ نسوي مشروع مغسلة. والله اني فكرة حلوة، والله قديتها وري. فكرة يا سلام والله. اي والله ترى والله المغاسل شغل ما شاء الله ورزق يعني سبحان الله. بس عندكم خبرة؟ اي 30 سنة تعطيف تقليم ترتيب ملابسي بنفسي، ما حد يساعدني. ما شاء الله تبارك الله. اعتمد علي. وانا انتظروني بس لو قدرت تنقل كفالتي شاك اطلب الله معاكم. باقي ما انا قلت الكفالة. يا ابو راشد الله يحفظك انا جاهز جنبك من اول، متى شنقوله؟ اي صح، خلاص انا موافق على المشروع، ان شاء الله يكون مشروع زين ونترزق الله انا وياكم وربك يطرح البركه ان شاء الله. وبعمل لك سنابه اخلي الشغل حريقه في المغسله. ما شاء الله. الزباين مثل الرز. ايه ان شاء الله، وابشركم عندي واحد من قرايبي عنده عماره نهايه الشارع. وعنده محلات فارغة، نخليه يأجرنا وسوينا ذي المغسلة وترزقنا الله أنا وياكم. شو رأيكم؟ أما لو نعمل خدمة توصيل للمنازل بنكتسح السوق. والتوصيل علي. كويس. اسمع يا أبو راشد، أنا جالس من أول ساكت أخمر الفكرة بعقلي، عندي فكرة بنخمرها، هذا لا تصدق له، هذا يضيع فلوسك. ها وش عندك؟ أنا عندي لك فكرة، أنت تتبع المغسلة مميزة قوي. إيه؟ عندي لك فكرة، ما دام قدي مغسلة نغسل الأموات. ما جاي خلاص مش الأموة قبل ما يموت في السكرة، كما قدوا في السكرة دون موت نغسله. ولا سكرة ما جاي خلاص يا نسب أقوم أغسله تجيلي حمية. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله اليوم أبو رشيد يفتتح المغسلة. أبو راشد ابو راشد ابو راشد افتتح المغسله، ان شاء الله تكون مغسله خير وبركه. تفضل يا ابو راشد افتتح المغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بسم الله. بسم الله ابو راشد. ايه بسم الله اجعلها بالبركه ان شاء الله. ان شاء الله مسكونا انا. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله. هلا والله هلا بالجميع ان شاء الله، واعتبروا المغسله هذه مغسلتكم، واي شيء تحتاجوه ذا ناشر ناشر اي ناشر يعني ناشر في خدمتكم ان شاء الله. هو خويه اسمه وليد. ولي وين وليد؟ وليد هو راح يتطول طلبي اول طلبي جي الان. ما شاء الله لنا شغل ان شاء الله من اولها. ما شاء الله واهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكون المغسله بركه على الحي كامل ان شاء الله. إيه؟ شكرا للجميع ان شاء الله، واحنا منتظرين لكم اللي يبعث الثياب يسند الله انا نغسل لكم. تمام يعطيكم العافيه. تفضل يا ابو راشد. تفضل يا ابو راشد. تفضل يا ابو راشد. اهلا وسهلا يا ابو راشد. ايه الله يا حجاب ابو راشد. يا حجاب ابو راشد ارحم ملايين. يا حجاب ابو راشد الله يحييك. ما شاء الله ان شاء الله تكون مغسله خير وبركه ما شاء الله يا ابو راشد. ما شاء الله تبارك الله.
يا ابن الحلال. آه. 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 والله مبينه من اولها. بدايه مبشره.